شيك الصومالي ما نشيكي كرتا ما أنت وحان إنك شيكينا شيك دي ننكي فقيرك بري وحا جري جري نين لديه جري علي علي وحو دقنا مقالو بادية والد كيس أساقو ير أيي كدنتين وحان تي أحنا مهوسن هيسن مالين مال ما هكم إذا أيو وحو قوان سدا إنو أقور مقالو كالي سؤو نلول في عن أهلو علي وحو ديار سدا سهايدي أو سفرك كوغلي لها بورسير أيو وحو كشبتي قعات الدبن إن يرو ملب إن يرو هيلب إيو إن يرو بيئة وحو وددي سو سعدبا آدي آد أيو أدالي قرحد آدي أكلولاد آد نو أدي ددي وحو أركي قيد وين مركا سو قوان سدي إنو قيد كهوستي سكون نستو علي مركي قيد كأو هوس فريستي أيو وحو صوب أحسد قعات دي سي الدبنات سي أو إن يرو قعنو وحاسو أكستاك تشمبر مركاسي كتري آدي آدا نوغا جاي سنهي ساحيبو إن يريغ سي عنادا دا علي شمبرتي أيو عنادي هوس ديغي مركاسو يري إنتا عربتت كعن شمبرتي واي عنتي إلا عالوشي دي أي بوحستي مركاس أيي دوشي هوادا قشي بيوحي كتري ساحيبو نحاريستا دا مهي المامي دوني مرو البنو وكسو حسو سنايا علي إن يرمركو نستي كدب أيو سفر كي سي سي غالي هبين كي دان أيو سعودي إلا يسبح دي دنبلغة غارو وو دالي مركاسو وحو قوان سيدي إنو قيد هوس فريستو قيد كي مركو هوس فريستي أيو وحو اسماغي سو بحسو هيلب كاغير إعون وحسو هور استاغ ورابي ورابها آدي آدو أغا جيسنا ورابيه أيا علي ويديستي إنو هيلب كاوحكا سييو علي وحو سي هيلب كي دما مركاسو كو ييري ورابو انتا دربتت كعون ورابيهي ايا عوني مركي علوشي سو بوحسنتي ايو كس تي دا يراد سو سي علي وحونا كو ييري ساحب وليغا ابال كاغا مهل مامي دونو وليغا ينواكو حسوسنانا يا علي انتي يراد اسو هرتي عوني كبعدنا سفر كيسي ايو سي غالي علي مركو مالين يهبين سي سعودي ايو آد ودالي سبح دي دنبو أيو ميل فريستي سي او إن ير أنستو وحو سو بحسدي ملب كي يرايو هيستي مركو إن ير أفكو كشوب ماغي أيا وحا أتمد شني شني دي أيا آدي آد هرتي سو غلا لابتي مركاسو كنحي أو دهي هو إلعون علي ملب كي أيو سي شني دي شني دي أيا ملب كي عنتي مركاسي كتري آدي آد أما سنتهي إسحان كاغا ويلغا مهل مامي دونو ويلغا نواكو حسوسنانا يا علي مركو إن يرنستي أيو سفر كيسي سي غالي غالب تي دنبو ميل بور أكتيد أهد أيو حوكو لكولمي نيحاس نيحاس كي أيا ييري آدي آد أيان او أو منحي نيهو وحبيا مهيسا علي أيا بورسدي سي فيريي وحانو وجري كليا بيهي يراي وصو قاتي مركاسو يري ساحب انتان يرو بيان هايا بيهي يراي ايو يحاسكي سيي ساحاسكي ايا يري آدي آدا اما سنتاي ساحب منكو هلمامي دونو اسحان كاد ايفاشي ويلغانو واكو حسوسنان ايا وقدن بينتي علي وحو سو قاري مغالا آدي آد وقروح بدن مغالا دي كر ايو وحو كاركي قوري وين قروح بدن oo guri boqortooya ah wuxuu go'aansaday inuu gurigaas tago oo ninka boqorka la kulmo Cali waa u yimid ninkii boqorka ahaa markaas wuxuu weydiistay in uu u shaqeeyo oo shaqaalihiisa oo kamid noqdo ninkii boqorka ahaa ayaa ku yiri shaqaalahayga waa kamid noqonaysa laakiin waa inaad saddex xujo ku guuleysataa xujadii koowaad oo boqorka Cali siiyay waxay ahayd in uu kala saaro laba kurjadood oo miro isku qasan ah. Boqorku wuxuu ku yiri waa in aad mirahan kala saartaa inta uusan waagu baryin. Cali oo aad iyo aad u murugaysan ayaa garabkiisa waxaa soo istaagtay shimbirtii uu hadda ka hor caawin jiray. Shimbirtii ayaa ku tiri saaxiib hawlwalin aniga ku saacidaynaayo. Shimbirtii way duushay
daqiiqad kadibna waxay la soo laabatay saaxiibadeedii oo aad iyo aad u fara badan. Shimbirihii ayaa ilbiriqsi gudahooda ku kala saaray mirihii oo ku kala shubay kurjado kala duwan. Xujadii koowaad markuu dhammeeyey ayaa boqorkii Cali ku yiri, hadda waa in aad xujada labaad ka soo baxdaa. Cali waa la kaxeeyey, waxaa la geeyey qol weyn oo ku jiro dibi weyn oo duban. Boqorkii Cali wuxuu ku yiri, waa in aad dhammaysaa dibigaas inta aysan galabtu dhicin. Cali oo aad iyo aad u yaaban oo dhahaya sidee u dhammaynaa hilibkan ayaa waxaa u yimid waraabihii uu hadda ka hor la kulmi jiray. Waraabihii ayaa dhahay, saaxiib ha ka walwalin, aniga iyo saaxiibadayda ayaa ku caawinayna. Waraabihii ayaa saaxiibadiisa keenay hilibkii, dibigana waxay ku dhammaystireen daqiiqad gudaheeda. Boqorkii ayaa aad iyo aad ula yaabay sida fudud oo Cali xujo walbo la siiyo oo uga soo baxayo. Subaxdii dambo ayuu boqorkii yiri, maantay waa in aad xujadii ugu dambeysay ku guulaysataa. Xujadaana waa xujada kuugu adag, haddii aad ku guulaysatidna shaqaale iima noqonaysid ee waxaad hantinaysaa boqorteeyadaydoo dhan. Cali ayaa aad iyo aad dhiiro u gashay oo yiri, ee boqor, waa ka soo baxa xujadaas aysi. Boqorkii ayaa ku yiri, waa in aad webiga lamagalaan ah dhex gashaa moodaa, gadaashiisana igaga soo qaadaa dahabka yaallo. Webigaas wuxuu ahaa webi ninkii galo uusan ka soo laabanin, waayo waxaa ku jiray yaxaansyo dilaay ah oo qofkii dhex galaba cuni jiray. Maalintii ayuu boqorkii isku keenay dadkii xaafadoo dhan oo yiri, aan daawano Cali inuu xujadan ku guulaysto. Cali oo yaaban ayaa webigii kor istaagay, markaasuu yiri, sidee u gooyaa? Waxaa webigii uga soo baxay saaxiibkii nyaxaaskii oo waddada kula kulmi jiray oo yiri, saaxiib, anigaa ku caawinaayo, saaxiibkii korkayga ku soo fariiso. Cali wuxuu korka uga fariistay nyaxaaskii. Nyaxaaskii ayaa gudbiyey oo geeyey dhinacii kale. Cali wuxuu soo qaaday dahabkii wuxuuna u keenay boqorkii. Boqorkii galabtaas wuxuu Cali ku wareejiyey boqortooyadiisoo dhan oo yiri, maanta ka bilaabato adigaa magaaladan boqorka ah, geesinimadaada dadaalkaaga ayaana ku heshay.